حسين، عايزين نروح لتفاصيل اكتر. معلش انا هرجع تاني لهذه المباراه اللي كانت بالامس عشان بعد كده يعني نختم بالاياب. الذهاب كان فيه بعض النقاط يمكن كمان تحدث عنها موسيماني، هو اتكلم تحديدا، انا سعيد بالتنظيم الدفاعي، سعيد بالشوط الثاني اكتر، الشوط الاول ما كانش يعني الافضل، ولكن التمريرات ما كانتش افضل شيء. يعني هو اتكلم في بعض النقاط، واحنا معتادين ان موسيماني صريح جدا لما بيكون في اداء غير راضي هو عنه بيتكلم بمنتهى الشفافيه. فمن كلام موسيماني برضو حضرتك استشفيت ايه، او برضو بتتفق معاه في ايه؟ انا بتفق معاه انه راجل واقعي جدا يعني، وده شيء جميل جدا لما يكون مدرب في اوقات الفوز او في اوقات النصر ان هو يكون واقعي مع نفسه، ان انت في وقت يعني اي مدرب تاني ممكن يقول احنا عملنا انجاز، احنا لا، هو صحيح. عارف ان في احنا كان ممكن النادي الاهلي بالطريقه اللي هو لعب بيها زي ما بقول لحضرتك إن الاهلي كان مسيطر رغم ان هو بيلعب بره ملعبه، مستحوذ اكتر على الكوره، وده كان غير متوقع كابتن حسين. يعني عايز اقول لحضرتك الضيوف المختلفين سواء عندنا او قنوات مختلفه او في نفس القناه بس الزملاء المختلفين، كان معظم الضيوف بنسبه 80% كريم لو فاكر بيتحدثوا ان المباراه دي خطره، الاهلي ازاي يدافع كويس وبالظبط، واحنا يعني في قلق وغيره، لكن بالعكس ده احنا اثبتنا العكس تماما. بالظبط، عشان كده لما بقول لحضرتك ان السيناريو اللي هو عمله او التخطيط اللي هو عمله للمباراه او تحضير للمباراه كان رائع، وفي نفس الوقت كمان لما بيكون تحضيرك رائع وبيكون معاك لعيبه ذو شخصيه بطل تقدر تنفذ لك الـ 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 الافكار بتاعتك او الرؤيه بتاعتك في الملعب، ده بيبقى كمان شيء جميل جدا. أكيد. فان النادي الاهلي يسيطر بالسيطره اللي هو قدر ان هو يسيطر بيها ديت، وان هو يقدر يستحوذ على الكوره في ملعب رادس بجمهور باحداث كانت يعني صعبه جدا قبل المباراه والكلام ده كله، نقدر حافظ. ومش عايز ابقى طماع شويه واقول ان احنا ممكن كان الشوط الثاني كمان ان احنا نقدر ان احنا القاضيه بقى خالص يعني، بس كنت يعني وصلت لمرحله انت قانع بالسيستم اللي انت اشتغلت بيه، وقانع ان النتيجه دي كويسه، وان انا مش عايز ان يجي فيا مثلا هدف او حاجه زي كده. فما كانش عندنا الطمع الكبير قوي ان احنا ممكن، كان وارد وكانت المباراه تسمح، وكانت حاله لعيبه الاهلي ولعيبه الترجي في الملعب تسمح ان النادي الاهلي ممكن يضاعف النتيجه. كان في استحواذ ملحوظ على فكره حتى بالنسب والاحصائيات، خصوصا في 55% استحواذ للنادي الاهلي في مقابل 45% النادي الترجي التونسي. بس انا عايز اقف عن، طالما بنتكلم بقى عن الخطه وعن الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه وعلى قدرتهم على تنفيذ، طالما هم لعيبه كبار عرفوا ينفذوا الخطه المحترمه المحطوطه لهم، الجمله اللي اسفرت عن هدف المباراه الوحيد من اول ما كانت الكوره في رجل قفشه يعني مرورا بديانج وانتهاءا بمحمد شريف، الجمله دي والهدف ده كيف رايت؟ هقول لحضرتك حاجه يعني عشان يبقى كلامنا برضو واقعي. الجملة دي اتعملت، مش عايز اقول في المباراة دي بس، الجملة ديت من الجمل اللي النادي الاهلي بيلعب عليها دايما، الحاجات اللي هي بتبقى من الخلف، ان ديانج دايما عنده ما شاء الله القوة بتاعته والسرعة ان هو بيقدر يخترق من نص الملعب وبيقدر يخترق وبيخلق لنفسه مساحة. لو رجعنا لماتشات النادي الاهلي قبل كده، الثلاث اربع ماتشات حتى اللي قبل النادي الاهلي عشان ما نروحش بعيد قوي، اللعبة دي بتتكرر. معنى ان هي تتكرر يعني معنى ان في حاجه متقاله من الجهاز الفني للعيبه، ان في حاجه بتتعمل زي كده، زي ما بنقول مثلا في بيبقى تكتيك او في حاجه مثلا في فاول او في كره ثابته او حاجه زي كده تبقى اللعيبه متمرن عليها. اللعبه دي النادي الاهلي متمرن عليها كويس قوي، واللي عايز يتاكد من كده يرجع لنفس المباراه دي او المباراتين ثلاثه اللي قبل كده، نفس القصه برده ديانج بيقدر ان هو بالقوه والسرعه بتاعته ان هو بيقدر يوصل لما يضرب الناس بتاعت نص الملعب، بيقدر ان هو يوصل ويحط مثلا كوره بينيه او حاجه زي كده اهوت للفراوده. فدي حاجه لما تبقى متكرره في المباراه او في فرقه معينه، لا ده حاجه الناس متمرنه على حاجه كويسه. وهقول لحضرتك حاجه تاني برضو، النادي الاهلي مضيع حوالي 3 4 اهداف محققين غير التسلل في كمان كوره طاهر، محمد طاهر، في كوره اللي رجعت اللي غلط فيها المدافع بتاع الترجي ورجعها بدماغه وقلشت من محمد شريف، كان ممكن برضو يحرز هدف. في كوره اتلعبت بالعرض من علي معلول اللي محمد شريف برضو عديته بدماغه لما طلع بيلعبها بدماغه. لا الاهلي ضيع اهداف كتير، لما نبص كان ايجابي جدا على المباراه، على المرمى اسف. فالاستحواذ وان انت تقدر تخلق من الاستحواذ دوت فرص
في ملعب الترجي مع فرقه الترجي بالشكل ده لا انا انا لا واستحواذ ملحوظ. احنا بنتكلم على ان الاهلي امبارح كان ليه اكتر من 530 باص في مقابل 400 وحاجه و30 للترجي. يعني برضو الاحصائيات دي بتديك مدلول حضرتك طبعا للاداء اللي كان او السيناريو اللي كان معمول للمباراه ان انت تحافظ. يعني عايز مش عايز بس اخرج مش عايز يعني اهدر حق الراجل لو ايام جوزيه مانويل جوزيه كانت المباريات اللي هي بره ملعبنا خاصة في افريقيا كان ده اسلوب من الاساليب اللي احنا كنا بنعتمد عليها ان احنا نعمل النتائج الايجابيه بره ملعبنا ان احنا نقدر نحافظ على الكوره بشكل كبير جدا. لو هنرجع برضو الناس الاهلاويه اللي متابعه كويس جدا ان الاسلوب دوت كان اسلوب برضو النادي الاهلي من ايام مستر جوزيه ان انت كنت بتقدر ان انت تحافظ على الكوره بره ملعبك بشكل كبير. دي كانت برضو بتقلل الضغط عليك وبتقلل الضغط على 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 على, على المدافعين والكلام ده كله. فده اسلوب انا بشوفه ان هو كويس. وحاجه تانية من الـ عشان تعمل نتائج او عشان تعمل شكل كويس لازم يبقى في اداء, لازم يبقى في حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه في لعبه متفق عليها ان ديانج من نص الملعب بيقدر ان هو بقوه والسرعه ان هو يقدر يوصل لل 18 بتاع المنافس. فالحاجات اللي هي التكتيكيه ديت او الحاجات اللي هي بيبقى فيها شغل مع اللعيبه مع الجهاز الفني ان هي تقدر تخلق فرص في المنافس في مباراه صعبه زي كده في اجواء مشحونه مع فرقه كبيره الكلام ده كله لا دي شخصيه النادي الاهلي, دي شخصيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. حلو جدا.